مرة أخرى في هذه التغطية الخاصة والتي تأتيكم على الهواء مباشرة في نقل خاص لقناة السعودية الرياضية لتدريبات النادي الأهلي. الآن ينضم إلينا مدرب الفريق السيد ريبروف، طبعا الزميل العزيز مشاري الغامدي هو من سيقوم بترجمة اللقاء. مشاري، أول شيء رحب فيك أنت كمشاري الغامدي، نتشرف بوجودك معنا. رحب بالمدرب، قول له أهلا وسهلا. طبعا بداية نسأل المدرب، خلينا ناخذها من على قولهم الحلقة الأولى، كيف رأى الفريق عناصرية منذ قدومه إلى الفريق الأهلي ومنذ توليه منصب المدير الفني؟ How do you see the team since you came to the club and become the head coach for the team? You know, lots of things new for me, but I believe in this place, I believe in this club, and we're working hard, we're trying to do it step by step. We need to change lots of things, but I think I'm enjoying here. I'm enjoying how the players wish to improve, and it's very important. عنده إيمان كبير باللاعبين، عنده إيمان كبير بإمكانياتهم، متوقع في حاجات كثير لازم نحسنها، لكن مستمتع بطريقة العمل، بطريقة تعامل اللاعبين داخل الملعب معه، بطريقة تطبيقهم للشيء اللي يبغى ينفذه. ولكن عنده حاليا عندنا شغل كثير حنشتغل عليه، وحنشتغل باجتهاد علشان نقدر نحقق الشيء اللي نبغاه. طبعا المدرب لديه العديد والعديد من النجوم، نتكلم على مستوى المنتخب المصري، على مستوى المنتخب السوري، على مستوى المنتخب السعودي، 7 إلى 8 أسماء. عندما يكون الفريق مشاري يكتظ بالعديد من النجوم، المدرب يعني في بعض اللحظات يدخل في حيرة في اختيار التشكيلة، إذا توقف الفريق مثلا فترات توقف مشاركة الدوليين، كيف يتعامل مع هذه الأمور فنيا؟ He's saying, in your team, you have many stars in the team. For example, one player in the Egyptian national team, 8 players in the Saudi national team. Do you think this will make you a little bit you cannot choose the right choice and take the right decision to put the players who are playing? Do you think this will happen in a team who has many stars in the team? But who I said before, who what's the criterion for the stars? I like football because in football every day you have to show something. If you yesterday was a star, today is not, everybody will forget about you. It's very important motivation of the player in the training, in the games, and they can be stars. For me, nobody don't know criterion of the star. You have to work in hard, you have to work in hard in the training and in the game, and then you can be star. يقول لك يعني ما في فائده من انه يكون في نجم، ولا ما تقدر يعني ما يقدر ياخذ اي فائده اللاعب انه يكون نجم. دائما هو بيتكلم في جميع مقابلاته يتكلم فيها، دائما الفريق يعتمد على المجموعه، ما يعتمد على لاعب واحد. النجم ممكن يكون اليوم نجم، بكره ما يكون نجم، الجميع ينسى وينسى عنه كل حاجه، ولكن اللاعب اللي يشتغل باجتهاد ويقدم كل شيء عنده هذا هو اللاعب اللي حيكون مفيد للفريق. فرق 3 نقاط عن المتصدر في أول 5 جولات، 10 نقاط، بماذا يقيمها؟ يعني إذا قلنا نعطي درجة من 10، كيف يقيم الفريق في أول 5 جولات، خصوصا أنه الفارق 3 نقاط بينه وبين المتصدر؟ He's saying your evaluation for your team out of 10 after 5 games in the league and you have 3 points less than the first one or the top one in the league. Yeah, and what? Your evaluation about your team. As I said, we have to change lots of things, and I see improvement of the players. But now, it's quite difficult to play, for example, intensive in that kind of weather conditions. I hope in the future, when the weather condition will be better, we'll show better football because I like to play intensive football. But it's quite difficult now. But I'm sure you know this league is very tough, and we have lots of hard games in the future. But we have a target, and we'll do our best to this target. طبعا زي ما اتكلم يقول زي ما ذكر سابقا في قبل كذا انه الاجواء اللي هنا صعب انه اللاعب يقدم فيه مجهود عالي او اعلى مجهود عنده يقدم في مباراه واحده، ولكن يتمنى انه الجو يتحسن في الايام الجايه بحيث انه يتحسن اداء اللاعبين من هذه في هذه النقطه بالذات، انه يقدروا يعطوا مجهود اعلى او مجهود اكبر او اعلى مجهود عند اللاعب يقدر ينزله، لكن الاجواء هذه تمنعه. ولكن بنشتغل باجتهاد مع الفريق وبنحاول نحقق افضل النتائج وبنحاول نعطي افضل نتائج يعني او افضل نتائج للشيء اللي احنا بنشتغل عليه ونحاول نحققه. النادي الاهلي عرف بوجود كميه نجوم في الفئات السنيه، شباب وناشئين. السيد ريبروف استدعى مجموعه من الاسماء، ايمن خليف الاسمري، اعتماده على الاسماء الشابه في مباريات مع احتكاك النجوم، بالنسبه له هي مغامره ام هو يعطي من يعطي في التدريبات؟
He's saying that also Al Ahly known that they have a very good young players from the youth. For example, you have some good young players like Ayman and Ali Lasmari and some other players. Do you think this is when you put them in the first team and let them play with the experienced player will give them more experience, or you give a chance only for the player who working hard in the training? No, I said these players plus Majeris, they deserve to be in this first team, and they deserve their works and their ability, and it's very important. I like when we have two players on position and this player is fighting in the training, fighting in the pitch for their in position, and that's very important, because like you said, what's the criterion for the stars? We don't know criterion. Criterion when you come in for the pitch, if you work in doing the best for the team, doesn't matter how old are you. You are a young player or you're experienced player. If you lost motivation, is difficult to tell you are the star. طبعا الاسماء اللي ذكرتها بالاضافه للكابتن عبد الله مجرشي اللاعبين ذكر من يوم بدا مع الفريق انه هذول اللاعبين يستحقوا يكونوا في الفريق الاول لانه مستوياتهم وامكانياتهم وادائهم يعني يديهم مجال انهم يلعبوا في الفريق الاول. ولكن زي ما سبق وذكر لك انه النجم ايش فائده النجم اذا ما بيعطي في الملعب. ولكن لو اللاعب فقد الحماس او التنافس على الخانه او على مكانه حيفقد الحماس وما حيقدر يعطي شيء كثير في الملعب. ولكن دائما اللاعب اللي يقدم ويجتهد في التمارين هو اللاعب اللي اخر سؤال عشان المدرب يلحق التدريبات. طبعا شاهد اكيد شاهد مباريات المنتخب السعودي سواء المباريات الرسميه او الوديه التي كانت في اخر معسكر. لا شارك لاعبو الاهلي عبد الفتاح عسيري شارك كلاعب اساسي كمهاجم، سلمان مؤشر، كيف شاهد مستوى لاعبين الاهلي مع المنتخب خصوصا سلمان فتاح؟ He guess that you watch the Saudi national teams, the official games, and also the last two friendly games that they played, and you saw Abdel Fattah played and Salman Moshir also played in the national team. What do you think about their performance in the national team? No, they are good. You know, they are part of our team, and we have, as I said, we have a concurrential, and here they have to show not only in the national team. You know, national team, it's separate team. Of course, it's team of all country, but we have the other team where they have to fight for the place in first 11. And I'm glad these players don't lose motivation, and now they are training well, and they're showing this for the national team. طبعا الاسماء اللي ذكرتها جزء من المجموعه اللي عندنا وجزء من لاعبينا. ولكن يقول لك المنتخب او فريق المنتخب يعتبر فريق منفصل. اكيد انه فريق البلد والناس كلها تشجعوا في البلد هنا، ولكن يعتبر فريق منفصل عن الفريق المتواجد حاليا. يبغى الشيء اللي يبغاه من جميع اللاعبين يكون عندهم اجتهاد ويشتغلوا باجتهاد في المنتخب وفي النادي. ودائما زي ما ذكر هذه منهجيته، يعني اذا اللاعب اللي اجتهد في التمارين ويقدم كل شيء في التمارين هو اللاعب اللي حيكون يبدأ في المجموعة. ايش بيقول للجماهير؟ What do you want to say to the fans? No, just fans have to understand we're working hard. All players have a target. They wish to win the league, and we all will do the best for this target. طبعا يطلب من الجماهير انهم يفهموا انه اللاعبين كلهم عندهم هدف، والجميع بيحقق الهدف يحققوا الهدف اللي عنده او اللي حاطينه اللي هو يفوزوا بالدوري. نفس الشيء الجماهير يبغوا هذا الشيء، ولكن احنا حنشتغل باجتهاد بحيث نقدر نحقق الشيء اللي يتمنوه والشيء اللي يبغوه. يعطيك العافيه. ثانك يو سو ماتش. شكرا للمدرب ريبروف مدرب النادي الاهلي، كان متحدثا عن العديد والعديد من التساؤلات التي اكيد والمؤكد انها انتشرت مع الجماهير الاهلاويه في وسائل التواصل الاجتماعي، في السوشيال ميديا. طبعا سالناه عن عده امور، يمكن اخر سؤال هو اللي كان بالنسبه لهم مهم لجماهير الاهلي بالنسبه لمشاركه عبد الفتاح عسيري وسلمان المؤشر. متواصلين معكم في تدريبات النادي الاهلي على الهواء مباشره. نذهب الى هذه اللقطات ومن ثم نعود بضيف اخر.